أعلنت مصادر في المقاومة الشعبية اليمنية مقتل 34 مسلحا وإصابة العشرات من الحوثيين والقوات المولية للرئيس السابق علي عبد الله صالح في غارات لطائرات التحالف العربي في محافظة تعز. وأوضحت المصادر أن الغارات استهدفت مواقع في شارع 30 ومنطقة حذران في المدينة. وأسفرت موجات أخرى عن مقتل 3 من مقاتلي المقاومة وجرح 7 آخرين وفق المصدر ذاته. على صعيد آخر، قالت مصادر عسكرية يمنية أن قوات التحالف زودت الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية ب85 آلية عسكرية حديثة للاستعانة بها في معارك فك الحصار عن تعز واستعادة المحافظة من قبضة الحوثيين وقوات صالح.